الذين سبقوني بالتعليق في الأشواط الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبالله نستعين ودائم نطلب من الله التوفيق والسداد. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، على بركة الله تعالى وتوفيق ينطلق هذا الشوط في مساء هذا اليوم في هذا السباق المحلي بانطلاقته واندفاعته مع المنافسة وانطلاقة أشواط أصحاب السمو والشيوخ. ينطلق شوط الجداع البكار في انطلاقته وسيطرته ومع المركز الاول منثورة لهجن الشحانية في انطلاقتها، ومحمد بن خالد العطية يقوم بعناية التضمير والمتابعة مع المركز الاول. المركز الثاني شواشة لهجن الشحانية، سلطان بن محمد الوهيبي يتابعها، ولكن هناك من غير على المركز الثاني. الله يا اوتار، اوتار لهجن العاصفة، غياث الهلالي يتابعها في عملية التضمير مع المركز الثاني. المركز الثالث شواشة لهجن الشحانية، سلطان بن محمد الوهيبي يتابعها في عملية التضمير. المركز الرابع يليها مباشرة هناك أراء العيدهية لهجن الشحانية، سالم بن فاران المري يتابعها في عملية التضمير. وخامسا ربدة لهجن الشحانية، سالم بن فاران المري ايضا من يتابع هذا الشعار، شعار هجن الشحانية. هذه نتيجتنا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، الخمسة المراكز الاولى بالنداء الاول ذعناه على حضراتكم. ونعود مع مقدمة الشوط، نعود مع المركز الاول. منثورة 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 هي من تحتل المركز الاول، متربعة على عرش هذا الشوط، مسيطرة على المركز الاول في انطلاقتها. هذه منثورة لهجن الشحانية، محمد بن خالد العطية يتابعها في عملية التضمير، متألقا هذا الاسم في هذا المساء في انطلاقته. وسيطرت الآن على المركز الأول، يتواجد باندفاع منثورة التي سيطرت وانطلقت مباشرة إلى المركز الأول بهذا التحدي الذي يجمع شعارات أصحاب السمو والشيوخ في هذه المنافسة وفي رياضة الهجن العربية الأصيلة، رياضة الآباء والأجداد. نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى سيطرة الشوط. منثورة لهجن الشحانية، محمد بن خالد العطية يقوم بعناية التضمير والمتابعة لهذا الشعار. المركز الثاني هناك أرى شعار هجن العاصفة متواجدة ومنطلقة مباشرة نحو المنافسة هناك مع المركز الثاني. أوتار هي من تتواجد مع المركز الثاني لهجن العاصفة، غياث الهلالي هو المتواجد باندفاعة أيضا. أوتار مع المركز الثاني. المركز الثالث تواجد العيدهية، تسللت من موقع إلى موقع والآن هي من تحتل المركز الثالث لهجن الشحانية، سالم بن فاران المري متابعا لهذا الشعار. المركز الرابع وصلت الظبي، هجن العاصفة، غياث الهلالي ايضا يتابعها في عملية التضمير. واول نداء لايضا الظبي، بينما نرى المركز الخامس تصل في هذه اللحظات ربدة لهجن الشحانية، سالم بن فاران المري يتابعها في عملية التضمير. اسماء ما بعد حان وصول للمشاركة والمنافسة في هذا التحدي الذي يجمع هذه الشعارات، شوط الجذاع الابكار، شوط الامتاع، شوط السرعة، شوط المنافسة. لكن نعود، والعود احمد باذن الله تعالى مع مقدمة الشوط، مع المنطلقة، مع المركز الاول. هذه منثورة، هذه سيطرة منثورة، لا زالت تسيطر على المركز الاول في انطلاقتها، في اندفاعها على المركز الأول وتواجدها في مقدمة الشوط. الله الله الله. إذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، لا زالت منثورة، منثورة مع المركز الأول لهجن الشحانية. محمد بن خالد العطية يتواجد بمتابعة منثورة المسيطرة على المركز الأول من بداية انطلاقتها، ولا زالت تسيطر. الظبيان مع المركز الثاني لهجن العاصفة، اتحركت الظبي هي من تحتل الآن المركز الثاني لهجن العاصفة.
لاعبه غياث الهلالي يتابعها في عملية التضمير. المركز الثالث شواشة شواشة لهجن الشحانية، سلطان بن محمد الوهيبي يتابعها في عملية التضمير. الله الله الله، إذا الثلاث المراكز الأولى في موقع واحد في صدارة واحدة، لكن المركز الرابع المركز الرابع أوتار لهجن العاصفة، غياث الهلالي يتابعها أيضا في عملية التضمير. وخامسا هناك مشاهدين الأعزاء العيدة هي لهجن الشحانية في انطلاقتها وسال بن فاران المري، ولكن منثورة منثورة لا زالت مسيطرة مع المركز الأول لهجن الشحانية. محمد بن خالد العطية يتابعها في عملية التضمير، مسيطرة من البداية، محافظة على مركزها المتقدم من بداية انطلاقتها ومتابعا لها. محمد بن خالد العطية متابعا لهذا الشعار 1200 متر يفصلنا عن نهاية الشوط. هناك العاصفة حاضرة مع الظبي تواجدها المتميز في هذا المساء. هذه أوتار وهذه الظبي، لكن الظبي مع المركز الثاني لهجن العاصفة، غياث الهلالي يتابعها في عملية التضمير. هناك ايضا شواهين لهجن الشحانية، سلطان بن محمد الوهيبي واول نداء لها في هذا التحدي. نعود مع منثورة، نعود مع المسيطرة من بدايتها لا زالت تسيطر على المركز الاول. هجن الشحانية متألقة من بداية الستة كيلومترات، مسيطرة على مجريات هذا الشوط. هذه منثورة والظبي ومنثورة، المنثورة أيضا لهجن الشحانية، الظبي لهجن العاصفة. اللحظات الأخيرة المتبقية، إذن لا زالت ولا صدرت التعليمات، بدأت التعليمات. الظبي مع المركز الثاني لهجن العاصفة، منثورة مع مقدمة الشوط. الله انطلقت منثورة لهجن الشحانية، مسيطرة على المركز الأول. محمد بن خالد العطية بطلة كأس الخليج، هذه الآن حاضرة في تواجدها، هي من حققت كأس الخليج، تتواجد الآن في سباق المؤسس وتحقق الجائزة عبارة عن نيسان بترول. هذا الرصيد الممتاز، رصيدها مليء، والكأس أيضا هي من خطفت كأس الخليج في أيضا خدام المهرجان الذي يقيمه في دولة الإمارات، والآن تحقق هذا الإنجاز المسائي المتميز. نعم، إنها بطلة كأس الخليج، حققت هذا الإنجاز بتواجدها المتميز. تهانينا لهجن الشحانية وتهانينا لمحمد بن خالد العطية المتابع لهذا الشعار. المركز الثاني الظبي لهجن العاصفة، المركز الثالث ربدة لهجن الشحانية، المركز الرابع العيدي هي لهجن الشحانية، وخامسا وكان من نسيب أوتار لهجن العاصفة. إذا تهانينا والف مبروك، وتوقيتها الزمني منثورة من حققت المركز الأول وحصولها على ناموس هذا الشوط، بطلة كأس الخليج في تحديها وأيضا تواجدها في هذا المساء. التوقيت الزمني مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، لحظة وصول أيضا منثورة التي سيطرت وحققت. إذن مشاهدين الأعزاء، منثورة هي بطلة الشلفة في سباق سمو الأمير المفدى في العمانيات. نعم، إن رصيد حافل. نعم. يا سلام، شلفة وكأس. لا شلفة الشلفة. نعم، الشلفة. شكرا محمد بن بريك. توقيت الزمني لو سمحت 9 دقائق بدون ثواني، جزئين من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وتهانينا لمحمد بن خالد العطية على فوز منثورة في المركز الأول، رصيدها شلفة، والآن تحقق الانجاز. المركز الثاني الظبي، توقيت الزمني 9 دقائق بدون ثواني 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة. المركز الثالث وكان من نصيب هجن الشحانية، نعم، اللي هي ربدة. توقيتها الزمني في هذا الشوط، حققت المركز الثالث مشاهدين الأعزاء. التوقيت الزمني 9 دقائق 7 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا وألفي مبروك.